السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخامسة مساء بتوقيت الجزائر، أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطنية، الفريق أول السعيد شنقريحة يشرع بداية من اليوم في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية لحضور الطبعة الثانية للمعرض العالمي للدفاع بالرياض. وزير الشؤون الخارجية يسلم رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا رسالة خطية من رئيس الجمهورية في إطار تجسيد حرص السيد الرئيس على تقاليد التنسيق بما يخدم مصالح البلدين واستقرار المنطقة. عشية اليوم العالمي لمكافحة داء السرطان، إبراز لجهود الدولة في إرساء خارطة صحية فعالة عبر الوطن، ومركز مكافحة السرطان بأضرار نموذج لمسعى القطاع في ترقية الخدمات الصحية بجنوبنا الكبير في انتظار تشغيل أجهزة التصوير الطبي الحديثة بالمركز. عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، المصالح الفلاحية لولاية بجاية تشرع في عملية تعويض المربين والمزارعين المتضررين من الحرائق الأخيرة لاستئناف نشاطهم الفلاحي. في المشهد الفلسطيني، وبعد 4 أشهر من العدوان الصهيوني على قطاع غزة، تلفزيون الجزائرية يصد حجم الدمار الهائل وبشاعة المجازر المروعة برفح في حق الأطفال وينقل معاناة الفلسطينيين الفارين من القصف الوحشي. أهلا بكم مجددا. بداية وفي التعاون، وممثلا للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطنية، يشرع السيد الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية ابتداء من اليوم لحضور فعاليات الطبعة الثانية للمعرض العالمي للدفاع بالرياض المزمع تنظيمها من يوم غد الأحد إلى 8 من الشهر الجارية. كما سيغتنم السيد الفريق أول هذه الفرصة لزيارة هيئات تابعة للقوات المسلحة السعودية والالتقاء بمسؤولين عسكريين سعوديين لدراسة سبل تعزيز أواصر التعاون الثنائي والتباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك. ونبقي على ملف التعاون بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف اليوم بطرابلس من قبل رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا الشقيقة السيد محمد يونس المنفي، حيث سلمه رسالة خطية من أخيه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. اللقاء شكل فرصة لاستعراض واقع وآفاق العلاقات الجزائرية الليبية، حيث أشاد الطرفان بعمق أواصر الأخوة والتضامن التاريخية المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين. كما تم التطرق إلى العديد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في قطاع غزة المحاصر والمستجدات الأمنية والسياسية في منطقة الساحل الصحراوية. وبالمناسبة بالنسبة للأوضاع في دولة ليبيا الشقيقة، جدد عطاف استعداد الجزائر للمساهمة من موقعها بمجلس الأمن في المرافعة عن انشغالات أولويات الأشقاء الليبيين للمضي قدما نحو الإسراع في تحقيق حل ليبي ينهي الأزمة بصفة نهائية. وفي ختام اللقاء، حمل رئيس المجلس الرئاسي الليبي الوزير أحمد عطاف نقل تحياته وتقديره للسيد رئيس الجمهورية وتطلعه للقاء به عن قريب لمواصلة التنسيق معه حول كل المواضيع التي تصب في صلب اهتمامات تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.
هذا وأجرى وزير الشؤون الخارجية والجارية الوطنية بالخارج مباحثات ثنائية مع المكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية والتعاون الدولية في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور. وبهذه المناسبة استعرض الجانبان أولويات التعاون الثنائية على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وذلك في أفق التحضيرية للاستحقاقات الثنائية المقبلة، وبالخصوص اللجنة المشتركة الكبرى، كما ناقش التطورات المسجلة على الساحة الليبية بعنوان المسار السياسي الذي تقوده منظمة الأمم المتحدة لحل الأزمة، إلى جانب الجهود المبذولة من قبل الاتحاد الأفريقي من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الليبية. في موضوع آخر، وتزامنا والاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة السرطان وتحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، انطلقت اليوم بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالعاصمة الجزائر الطبعة 7 لصالون الإعلام حول السرطان. الصالون الذي تشرف عليه وزارة الصحة بالتنسيقية مع جمعية الأمل لمكافحة السرطان يهدف إلى إشراك الإعلام في إيصال المعلومة العلمية الصحيحة للمصابين بهذا الداء وعائلاتهم، لا سيما بروتوكولات العلاجية وسبل الكشف والوقاية من الداء. وزير الصحة عبد الحق السايحي أبرز بالمناسبة الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية لقطاع الصحة من خلال إنجاز عدة مراكز لمكافحة السرطان عبر ولايات الوطن. في التزامات السيد رئيس الجمهورية 45 خصص أكثر من 10 نقاط لقطاع الصحة في النقطة 45، وقد ظهرت منذ 2020 لحد الآن بوادر هذه النقاط على أرضية الواقع، بحيث فعلا تجسد مشروع الإنجاز لمراكز السرطان في كل الولايات، بحيث أن حتى المصالح التي أنشئت في المستشفيات 240 سرير تتجه في نفس الملحى. ومركز مكافحة السرطان بولاية أضرار مكسب صحي هام لأبناء المنطقة، حيث يتوفر على إمكانيات ومعدات ضرورية تشمل 10 مصالح ستسهم في ضمان التكفل الصحي بالمرضى القادمين من الولايات المجاورة. المتابعة لأيمن حنفي. حلقة علاجية متكاملة يضمنها مركز مكافحة السرطان بأضرار لمرضى الولاية والولايات المجاورة، بل حتى من شمال البلاد. معهم المريقلة ما شاء الله يطلموا ونجيب في نور مال ويديرون فوق روس ومتهلين فينا، الله يبارك يرحمهم الوالدين، والله يديروا الدواء ويعطوه الموعد وفي الدواء ومريقلين ويديرهم عند روسهم. اتصلت بناهم هنا بار ايميل، رجعوا لي قال لي جيب الدوسي واروح. جبت الدوسي، داروا لي سكانير تاع الاطراس، تراصاو 15 جور عيطوا لي. بديت في العلاج دوك عندي تقريبا 20 جور صافي، عندي 38 سيونس. المركز مجهز باحدث العتاد الطبي عبر مصالحه الخمس، واهمها مصلحه العلاج بالاشعه، تقنيات متطوره سمحت للاطقم الطبيه والشبه الطبيه بتقديم خدمه صحيه راقيه تريح المريض. مرتاحة، فوت مليح ومرتاحة للبلاد وجات على قلبي، وطب زينين وتهلاو فيا وتسقبلوني الحمد لله. المرضى هاد متاعنا كانوا يتلقوا العلاج في الوقت المحدد ليهم، يافي با دو ديباسمون ديلي، يافي با دو رونديفو، إلواني وكل شيء. وهذا اللي خلى المركز تاعنا تاع أضرار هدايا سونتر دو ليست كونتر لو كونسير تاع أضرار يستقطب عدد أكبر من المرضى. التقنيات المعتمدة حاليا في علاج الإشعاعي للأمراض السرطانية تقنية تعطي أكثر حظوظ للشفاء، أقل تعقيدات للعلاج. حرص على التكفل الأمثل بالمريض عبر مختلف ربوع الوطن، لكن تبقى أجهزة التصوير الطبية الحديثة بمركز مكافحة السرطان بأضرار دون تشغيل لغياب الطبيب المختص في ذلك.
كما ورد في العناوين، وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، شرعت مصالح مديرية الفلاحة لولاية بجاية في تعويض المربين والفلاحين المتضررين من الحرائق الأخيرة. المرحلة الأولى من العملية انطلقت بصفة تدريجية من بلدية توجة على أن تشمل العملية جميع المناطق الأخرى المتضررة بتوزيع رؤوس الماعز والأغنام والأبقار، مع الحرص على العناية الصحية تجنبا لتفشي وباء الحمى القلاعية. المزيد مع عزوز هواري. بعد الخسائر التي لحقت بثروته الحيوانية جراء الحرائق الأخيرة التي مست قرية سوق الجمعة ببلدية توجة، يستلم هذا المربي رؤوس المعز المعوضة له لاستئناف نشاطه. أعطيكم صحة قاعدين تخمكية. أنا قل وين خدم الساعات اللي مرقل المادي خدمت فلاح زيت الزمور جوت الزمور. بصفة تدريجية تشرع المصالح الفلاحية لولاية بجاية في عملية تعويض المربين والفلاحين المتضررين من الحرائق الأخيرة. الحمد لله تنفكينا غدا شو غير غان كير غان تيسبع هذا الصح تنفكيني انتين الحكومة عثت تيال البليس تعاون اعطيت نصحه ولا نتمنى دا عاوننا اكثر. نشكر مليح السلطات على كل حال كونسيرنون لوبيراسيون هي تدو تري بيان ميم سور لي زوتر بلون كامل بلون الكتروميناجي زون ديجا رومبورسي او سيتويان لوبيراسيون لابيتان تتكمل دانيا يا نسعى 362 كان دابيتاسيون كي سون ريسونسي touché يعني par les feux de forêt l'un des dossiers qui sont déjà validés l'opération est en cours كي نكملوا هذو القطيع تاع الماشيه نروحوا لخلايا النحل ومن بعد عندنا الاشجار المثمره عندنا التجهيزات الفلاحيه عندنا لي زونغار عندنا منشات هذو كامل يدخلوا في اطار التعويض المبرمج من السلطات العليا للبلاد والتوجيهات المحلية للولاية وسيد الولي. عملية التعويض ومساعدات الدولة من شأنها أن تبعث الأمل في نفوس الفلاحين والمربين حتى يتمكنوا من استئناف نشاطهم الفلاحي والنهوض به من جديد. تماشيا ومتطلبات الأسواق المالية المحلية والعالمية، يوم إعلامي بسيدي بلعباس تسعى خلاله لجنة تنظيم عمليات البورصة ومرافقتها إلى التعريف بالتمويل التساهمي الخاص بالمؤسسات الناشئة والمصغرة. اللقاء جرى بحضور ممثلي القطاعات المعنية إلى جانب أصحاب المشاريع الذين تعرفوا عن كثب على التحفيزات المرافقة لهذه الآلية الجديدة. المزيد مع مختار مذكور. اعتماد تمويل تساهمي للشركات الناشئة والمصغرة كآلية جديدة من شأنها ضمان موارد مالية للمبادرات المقاولاتية، فكرة تبنتها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتنشيط سلسلة لقاءات إعلامية بدايتها من ولاية سيدي بلعباس. التمويل التساهمي يأتي كآلية تمويل مبتكرة لفائدة المؤسسات الناشئة، لأنه يسمح لهم بجمع الأموال عبر منصات رقمية تربط ما بين المساهمين هم الأشخاص الذين يرغبون في تمويل هذه المشاريع المبتكرة. تطور الفكر المقاولتي للطالب الجزائري أسس لميلاد منصات للتمويل التشاركي الذي تعزز بحزمة من الإجراءات التسهيلية. كطالبة جامعية نتمنى الدخول إلى العالم المقاولتية وتجسيد مشروعنا على الأرض الواقع بمساعدة لجنة البورصة. تمويل تساهمي ليسمح المؤسسات الناشئة باش يتحصلوا على تمويل من مصادر أخرى من غير صندوق الأسف والبنوك. En tant qu'universitaire, حاجة جديدة. هاد لاغيتي لوبجيكتيف تاعه سي ليتابلير ان ليان ما بين سكي سو في ا لونيفرسيتي و لو سيكتور ايكونوميك. تحسن مناخ الاعمال بالجزائر سمح بتعدد اليه التمويل التساهمي الذي يعول عليه لربط حاملي المشاريع بعالم المقاوله. ومن النماذج الاستثمارية الناجحة التي تجسدت بفضل آليات الدعم والمرافقة، مصنع إنتاج الشخشوخة التقليدية بولاية ميلا الذي يطمح مسيروه إلى توسيع المشروع لتغطية السوق الوطنية وتوفير المزيد من مناصب الشغل. المتابعة لنور الدين بن عفسة. بهذه البلدة الصامتة تبرغنت يعكف نافع على وضع التصاميم لآلات تصنع العجائن التقليدية، وبورشة الحدادة يتم إنجاز المعدات بعد تلحيمها وتركيبها لتدخل الخدمة. رانا خدمو الانلين دو برودكسيون اوتوماتيك، معناتها تحط سميد يخرج المنتوج في الاخر. بحكم
كنا نخدموا آلات ميكانيكية لشركات عالمية. مثلا كان خدمنا ماشين يسميوها ماشين دو دوفرياج، صحح خطأ تاع لوب تاع تيربو رياكتور تاع طيارة لشركة أجنبية فرنسية. وتأكيدا للنجاح قام نافع مؤسسة مصغرة لصناعة الشخشوخة، ولإنتاجها أفرد لها خطا خاصا، كل آلة تطلع بمهام محددة، بداية من الطبخ فروغا للتجفيف. اختارنا هادو لي بلاك شوفون، يطيبوها بنفس الطريقة التقليدية، آلة تخرج المنتوج، تشخشخ المنتوج وتخرجه بنفس أيضا الطريقة التقليدية، مع مجفف أيضا يخرجه بنفس الطريقة التقليدية. هذه الآلة avec des résistances, des moteurs mélange sana wado li chiho li bdo sana avec thermostat automatique. الرئيس تاعنا راهو يدعم شركه الناشئه، معناتها نحوس على مكان اوسع دعمنا به الدوله الجزائريه باش معناتها نفرغوا فيه الطاقات تاعنا اللي مازالت مخبيه. في الأفق يطمح نافع وفريقه من المهندسين بولاية ميلا إلى تحويل كل ما هو عجائن تقليدية إلى منتوجات صناعية بمذاق منزلي. تعزيزا لدور الشباب الجزائري، بحث سبل وكيفية حث الشباب الجامعي على الاستثمار الطاقوي لا سيما الطاقات المتجددة هو ما يهدف إلى تحقيقه المجلس الأعلى للشباب عبر الملتقى الوطني الثاني حول الطاقات المتجددة وفرص تحقيق الانتقال الطاقوي بولاية بشار تحت شعار طاقتنا غدا. جودة باب أحمد. إشراك الشباب في توجهات الدولة الجزائرية نحو التحول الطاقوي السلس من المحروقات إلى الطاقة المتجددة هو ما يسعى لتحقيقه المجلس الأعلى للشباب في الملتقى الوطني الثاني بعاصمة الثورة بشار، والذي خص الطاقات المتجددة وفرص تحقيق الانتقال الطاقوي. الجزائر مواكبة لهذا النحو في إطار إعداد استراتيجيتها الطاقوية لتنويع مصادر الطاقة. الجزائر شاسعة لها كل المقومات لكي تكون رائدة في هذا المجال، ولأن منطقة الثورة بالخصوص والجنوب الجزائري عامة يزخر بمقومات هائلة في المجال الطاقوي، أصبح من الضروري حث الشباب على الاستثمار في الطاقة البديلة للبترول كالهيدروجين الأخضر واللوحات الشمسية وحتى طاقة الرياح. في إطار تعزيز ثقافة الطاقات المتجددة لتكون سلوكا بحول الله تعالى وقوته، يساهم في الدفع بالتنمية الوطنية وبالتنمية المستدامة بإذن الله تعالى. دور نتاع الطاقة الشمسية والله غادي نصدر للدول المجاورة الكهرباء وغادي نستفادوا حنا وتستفاد الدولة. تقدر تبدأ اليوم في هذا المجال بإمكانيات بسيطة، أنا نشوف باللي احنا بدينا بإمكانيات بسيطة اليوم اللي رانا نشتغلوا مع مؤسسات كبيرة. ملتقى شارك فيه ما يفوق 200 شاب وشابة، تم من خلاله إبراز الفرص المتاحة لتجسيد انتقال طاقوي سلس تحقيقا لأمن طاقوي مستدام وفق منظور شبابي محض. تطبيق الاتفاقية التوأمة بين المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل وجامعة اسطنبول، استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بيضاري بحضور سفير تركيا لدى الجزائر محمد مجاهد كوتشوك اليوم الفوج الأول من طلبة المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل المتوجهين لوحدة أبحاث وتطبيقات تربية المائيات لفترة تكوين وتربص في مختلف المواد والتطبيقات المنصوص عليها في دفتر الشروط، فيما تتجه أفواج أخرى للجامعة التركية ذاتها في انتظار التحاق الطلبة الأتراك بالمؤسسات الجامعية الجزائرية. وتأتي هذه المبادرة الأولى من نوعها تجسيدا لدعوة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى إبرام اتفاقيات توأمة بين الجامعات الجزائرية ونظيرتها من مختلف دول العالم.
بدار الإمام بن محمدية بالعاصمة الجزائر نظمت ندوة علمية في إطار المسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتحت شعار مع القرآن الكريم تجربة حياة. الندوة التي بادرت بها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج جرت بحضور وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدية وعضوي لجنة تحكيم الجائزة مصطفى بن باسط التميمية من فلسطين وإسلام بن فوزي دشكين من روسيا الاتحادية. انطلاق هذه المسابقة التي شارك فيها حوالي 43 دولة ولكن في التصفيات الآن الذين حضروا معنا سيبلغون 20 منهم نصف العدد يتبارون في خير ما يتنافس فيه إن شاء الله وسنخرج بنتيجة كبيرة إن شاء الله قبل في ليلة الإسراء والمعراج. دوليا في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي اليوم 20 بعد المئة للعدوان الصهيوني على غزة ارتكب الاحتلال الصهيوني 12 مجزرة في قصف مكثف استهدف أنحاء متفرقة من قطاع غزة مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات. هذا وطالب الهلال والأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لتوفير الحماية للطواقم العاملة في مقر الجمعية التابعة له ومستشفى الأمل في خان يونس اللذين يتعرضان منذ 12 يوما للقصف والحصار. هذا فيما أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العدوان الصهيوني في مدينة خان يونس والذي أجبر المزيد من الفلسطينيين على الفرار إلى مدينة رفح جنوب القطاع محذرا في الوقت ذاته من كارثة إنسانية. هذا وقدرت منظمة الصحة العالمية أن عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة بعد 4 أشهر قدر بأكثر من 100,000 شخص بين شهداء وجرحى ومفقودين وهو ما يشكل أكثر من 4% من إجمالي سكان القطاع. ومن رفح رصد مراسل وتلفزيون الجزائر وسام أبو زيد بشاعة المجازر المروعة في حق الأطفال ونقلت مع معاناة والفلسطينيين الفارين من القصف الوحشية وقناصي جنود الاحتلال. والله بحط لي يا تيتا وما تبعد عن قلبي يا تيتا ولا أنسى لن تبعد عن حضني يوما ولن أنساك أبدا. هكذا ودعت الجدة حفيدها باسم الهمص بمزيد من الدموع والألم التي خيمت على كل من نجا من قصف الاحتلال لمنزلهم بمدينة رفح جنوبي القطاع والذي كان من بين 24 شهيدا استشهدوا في 3 غارات على مدينة رفح والتي ادعى الاحتلال أنها آمنة. أي بنك أهدافهم الصغار والنسوان حسبي الله ونعم الوكيل فيهم كسروا ظهري الله يكسر ظهورهم يا رب حسبي الله والحمد لله على كل حال الحمد لله. أما هذا فهو أحد المنازل التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي برفح وخلف دمارا هائلا وخرابا في عشرات البنايات السكنية التي تضم مئات النازحين من كل محافظات غزة ليصبح الفلسطينيون يبحثون عن ذكريات شهيد ومقتنياته لتبقى لهم ذكرى يدق في عالم لم يتمكن من رفع عصا الاحتلال الغليظة عن الشعب الفلسطيني على مدار 4 أشهر من العدوان. توقعتش إن هذه بتكون الريحة هيك والله ريحة هذا الشهيد اللي استشهد هذه ريحته فهي هذه والله وأخذت أنا أخذتها هيك على أساس أحتفظ فيها عندي. جرائم تتلخص في دموع هذه الطفلة التي تبكي بين أطلال منزلها المدمر ليس على ألعابها بل على من كان يداعبها وينسيها مرارة الحرب ولحظات الخوف والرعب ورحلوا عنها إلى الأبد. بس وحتى جنة كويس عليها وماسا وماريا وعمو إبراهيم عمد ألعب بمستشفى وعمو بس حتى وإن انقشع غبار هذه الحرب إلا أن الفلسطينيين يحملون جبالا من الهموم تفوق هذه الأكوام من الركام التي دفن من تحتها الكثير من الفلسطينيين شهداء ودفنت معهم أيضا الكثير من الأحلام والآمال.
وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. وإلى الجزائر نعود. وفي النشاط الحزبي أكد عضو المكتب الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي منذر بودن لدى إشرافه على لقاء جهوي للشباب بولاية خنشلة، أكد أن الحزب أعطى مكانة خاصة للشباب لا سيما بعد التعديل الدستوري الأخير. في دولتنا اللي هي الجزائر شفنا أيضا أنه السيد الرئيس عبد المجيد تبون ومنذ قدومه على رأس الدولة الجزائرية كرئيس للجمهورية شفنا كان متعهدات 54 أنه كانت الشباب يعني في صلب البرنامج تاعه من خلال التعديل الدستوري الأخير، من خلال منح الشباب الفرصة الأكبر لولوج المجالس المنتخبة، وهي حقيقة يجب أن نذكرها. احنا المسؤولية نمدوها للشباب لأن عندنا ثقة في أن الشاب قادر يمد للحزب وقادر يمد أكثر للوطن. حزبيا دائما نظم المكتب التقييمي الولائي لحركة مجتمع السلم بورقلاء الملتقى الولائي للهياكلية بإشراف رئيس الحركة عبد العالي حساني الشريف وبحضور إطارات الحزب ومنتخبيه ومناضليه بالولاية. وبالمناسبة أكد حساني الشريف ثبات موقف الجزائر تجاه القضية الفلسطينية. دولتنا تحاول من خلال جهدها الدبلوماسي، من خلال حراكها الدبلوماسي، أن تنصر القضية الفلسطينية، وقد ساهمت منذ أن شغلت منصب عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي أن تبادر إلى مجموعة من القرارات. القرار الأول وهو منع التهجير القسري للشعب الفلسطيني، والقرار الثاني متمثل في ضرورة تفعيل التدابير الإجرائية التي أصدرتها محكمة لاهاي الدولية لصالح الشعب الفلسطيني. وخلال ندوة سياسية نظمها اليوم حزب تجمع أمل الجزائر بعنوان الدبلوماسية الجزائرية بين الثوابت والتحديات ونشطها خبراء وأساتذة مختصون، أكدت رئيسة الحزب فاطمة الزهراء زرواطية أن حزبها يدعم مقاربة الجزائر الدبلوماسية التي جعلت لها صوتا قويا ممتدا من نضالها ومبادئها. الدبلوماسية وإدارة العلاقات اليوم أصبح بطريقة معقدة، والجزائر لها من التجارب ولها كذلك من النضج ومن الحنكة ومن العلاقات ما يمكنها من أن تحلحل الوضع. بمقر جبهة القوى الاشتراكية عقدت اليوم ندوة تناولت موضوع التنويع والاندعاش أو الانعاش الاقتصادي بعنوان أي بدائل للجزائر. الندوة التي عرفت حضور خبراء في الاقتصاد والدراسات الاجتماعية استعرض خلالها الأمين الوطني الأول يوسف أوشيش الراهنة الاقتصادية والمقترحات في هذا السياق لتكريس تنمية مستدامة. انطلاقا من تنويع الاقتصاد وإنعاشه يمكن خلق الشروط الضرورية للانتقال باقتصادنا من اقتصاد الريع إلى اقتصاد حقيقي خلاق للثروة. بالنسبة لنا فإن التنويع والإنعاش الاقتصاديين يعتبران رهانات كبرى، فالجزائر حاليا تعتمد على النفط ومفروض عليها تنويع اقتصادها للحد من تأثير تقلبات أسعاره في الأسواق الدولية. رياضة الآن، حيث تستكمل اليوم منافسات كأس الجزائر في دورها 32، وفي مباراة اليوم انتهت قبل قليل مباراة مولودية وهران وفريق شباب بن ثور بتفوق أصحاب الأرض مولودية وهران بنتيجة 3 أهداف دون رد ليتأهل إلى الدور 16. المباراة كما تابعتم كانت منقولة على القناتين 6 الشبابية و4 الناطقة بالأمازيغية. كرويا دائما لحساب الدور ربع النهائي لكأس إفريقيا للأمم، يواجه اليوم منتخب البلد المنظم كوت ديفوار نظيره المالي بملعب السلام ببواكية، فيما يلتقي منتخبا جنوب إفريقيا والرأس الأخضر بملعب شارلز كونان باني باموسوكرو
وهذا ويمكنكم مشاهدين متابعة مباراة كوت ديفوار مع نظيره المالية على القناة الأولى الأرضية للتلفزيون الجزائرية بداية من الساعة 6 مساء. هذا وتأهل سهرة أمس منتخب الكونغو الديمقراطية إلى دور نصف النهائي لكأس إفريقيا للأمم إثر تغلبه على منتخب غينيا الاستوائية بنتيجة 3-1. كما تأهل المنتخب النيجيري إلى الدور ذاته بعد فوزه على نظيره الأنغولي بهدف للصفر. ونختم من تيبازا حيث تشهد حديقة الرب توفدا كبيرا للعائلات خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك لما توفره الحديقة من أماكن وفضاءات للتسلية والترفيه. حبيب مخلوف. فضاء سياحي وترفيهي تمتزج فيه زرقة مياه البحر مع خضرار أشجار الصنوبر، مما جعله وجهة للعائلات لقضاء عطلة نهاية الأسبوع. بلاصة شابة وبلاصة فاميليار ومطلع على البحر، ما شاء الله كل جمعة نجو ليها. عجبتني دوا بيان كان سي فاميليار، يعني سي كان سي ياتو الحمد لله. لا سيكوريتي هي الصح اون بريميير لو سيتو بور لي فامي لي زونفون. هذه الحديقة عجبتنا بزاف، كاين وين يقعدوا طوابل وين يريحوا قابلين البحر، عجبتني. يوم جبت البنات الكبار غدا كاش نهار نجيب زراري صغار. انا نجي نلعبوا لهنايا نحب تاع قرايه ونجي نتلاقاو مع الناس ونجي نلعبهم. هذه الحديقه كبيره بزاف وشابه وفيها قال الالعاب اللي يحبوهم. ورانا كل سمانه نجي لهنا الحديقه نجي نلعبوا نفطروا نشموا هواء نقي. كما يتوفر المكان على مختلف ألعاب التسلية والمرافق التي يحتاجها الزائر، ناهيك عن ضمان الأمن للوافدين. عجبنا فيها لا سيكوريتي، فيها وين نحبوا نصلوا، فيها وين فضاء مفتوح. جينا من 52 ولاية، أنا موفرين لهم عندنا باركي لا سيكوريتي بلاصة نقية. لتبقى الربوة مزارا تستضيف فيه تيبازا من يبحث عن النزهة والهرب من صخب المدينة. ومن فضاءات السكينة والراحة إلى التذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة. ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطنية، الفريق أول السعيد شنقريحة يشرع بداية من اليوم في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية لحضور الطبعة الثانية للمعرض العالمي للدفاع بالرياض. وزير الشؤون الخارجية يسلم رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا رسالة خطية من رئيس الجمهورية في إطار تجسيد حرص السيد الرئيس على تقاليد التنسيق بما يخدم مصالح البلدين واستقرار المنطقة. وكما تابعنا عشية اليوم العالمي لمكافحة داء السرطان، إبراز لجهود الدولة في إرساء خارطة صحية فعالة عبر الوطن، ومركز مكافحة السرطان بأضرار أنموذج لمسعى القطاع في ترقية الخدمات الصحية بجنوبنا الكبير في انتظار تشغيل أجهزة التصوير الطبي الحديثة بالمركز. عملا بتعليمات رئيس الجمهورية المصالح الفلاحية، كما تابعنا لولاية بجاية تشرع في عملية تعويض المربين والمزارعين المتضررين من الحرائق الأخيرة لاستئناف نشاطهم الفلاحي. وفي المشهد الفلسطيني، وبعد 4 أشهر من العدوان الصهيوني على قطاع غزة، التلفزيون الجزائري يرصد حجم الدمار الهائل وبشاعة المجازر المروعة برفح في حق الأطفال، وينقل معاناة الفلسطينيين الفارين من القصف الوحشي. نهلا مشاهدينا نطوي معكم أوراق هذه النشرة، قدمناها لكم من الإخبارية الجزائرية. نشكر لكم طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. We'll be right back.